السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم النهاردة. لا مش حلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا مش حلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم النهاردة في درس جديد على قناة يوسف فوتوشوب توتوريالز. في درس النهاردة إن شاء الله هنشوف أفضل أربع مواقع نحمل منهم ملحقات لتصاميمنا، هتفيدكم إن شاء الله. تابع معايا الدرس. ناس كتير قوي كانت بتطلب على الفيس وبتسأل يعني، او حتى في الكومنتات تحت، ان هم منين يجيبوا الملحقات بتاعتهم اللي يستخدموها في الدروس، ومنين يجيبوا يعني الصور لو عايزين يعني يغيروا خلفية في اديت، او يعملوا اصلا دمج او اي حاجة يعني محتاجوا فيها الستوكس بتاعتهم في الشغل. فانا النهارده ان شاء الله جايب افضل اربع مواقع، وزي ما انت شفت افضل واحد هو التالت، هيعجبك قوي لانه موقع جميل والمواقع كلها اجمل من بعض، وكلها فيها يعني ايه يعني كأنها كل واحد ليه تخصص مختلف. قبل ما ابدا الدرس، لو ما كنتش مشترك في القناه خش دلوقتي واشترك، واعمل لايك وشير وسبسكرايب للفيديو بعد ما يخلص، لانه ان شاء الله هيعجبك. وكمان لو عندك انستجرام تقدر تخش تضيفني على الانستجرام، بنزل عليه حاجات متنوعه يعني ملهاش اي دعوه باليوتيوب، بس حاجه كانها خاصه شويه. تمام، نبتدي معانا باول موقع وهو اسمه فري ستوك فوتوز. اللينك بتاعه هتلاقيه في الديسكربشن بالترتيب، كل فيديو بالترتيب هتلاقيه في الديسكريبشن تحت. هو موقع اول حاجة خلفيات في كل حتة، في كل حاجة، في كل حاجة هتلاقي خلفيات. طب بس ماشي يعني انا محتاج خلفيات معينة في راسي، مش هقعد اقلب في الخلفيات المتنوعة دي كلها. تمام، فوق خالص هتلاقي فوق تاني اختيار حاجة اسمها كاتيجوريز، او اللي هي المجالات الموقع. في 3D، انيمالز، جرافيكس، اندستريال، ناتشرال اللي هي طبيعة، مصانع كأنها صور مصانع حيوانات، صور ناس، صور تكستشرز اللي هي الخامات زي اللي احنا استخدمناها في الدرس اللي فات، والطبيعة. طب تعالى مثلا نخش هنا في صور الاندستريال. هتلاقي خلفيات كتير قوي تفيدك في دروس التصميم، وكمان مش بس ان انت تستخدمها كخلفيه، ده بالعكس انت ممكن تقص الصور منها وتستخدمها في دروس دمج، اللي هو مثلا يعني مثلا تعمل اللمبه دي تعملها في درس، تقصها وتستخدمها في درس، صوره الشخص اللي واقف دوت تخليه اي حاجه اللي في خيالك، او ان انت تعمل عليها اديت، ان انت تغير في الالوان، تغير في تجدد في الخلفيه. فيعني مثلا انا عجبتني الصوره دي وعايز احملها، تحميل سهل ومفيش اسهل منه هتشوفه في دنيتك. هتلاقي على اليمين كلمه فري داونلود، دوس عليها وهتلاقي الصوره ابتدت تتحمل معاك فوق. وباذن الله كمان هتلاقوا في درس جاي ان شاء الله، درس دمج جاي باذن الله، هتلاقوا ان طريقه ان انت ازاي تستخدم اي صوره في درس دمج، او ان انت تعمل لها اديت حتى لو ما كانتش صوره موديل في الشارع بكاميرا احترافيه كده يعني. والصورة هتخلص هتلاقي في المكان اللي بيتحمل فيه الصور، ويبقى كله كده تمام. الموقع اسمه زي ما قلت لك اللي هو ستوك فولت، او مش عارف تنطق ازاي، بس برضو هتلاقي اللينك، بس هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت. لو نجرب نخش في كاتيجوري تاني، تاني موقع معانا هو اسمه وول بيبرز وايد، خلفيات كبيرة يعني. ده بقى افضل موقع، اكتر موقع انا نفسي بستخدمه في خلفيات الصور بتاعتي يعني، او التصاميم. برضو هتلاقي اول صفحة خلفيات عامة كده في لا مكان، لكن انا عايز حاجة معينة. هنا بقى الكاتيجوري بتاعتهم بروفيشنال اكتر او احترافية اكتر، لان الموقع ده اقدم بكتير، وبرضو هتلاقي اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. وبص هنلاقي هنا حيوانات، جيش، فنون، صور ابيض واسود، كرتون، احتفالات، ايا كان انت عايز تدور على ايه، سبورت، ميوزك، موفيز. ينفع كمان تلاقي خلفيات للافلام لو انت عايز تقص ريندر لبطل مثلا، او سوبر هيرو زي خلفيات ديك بول وكده اللي احنا بنشوفها دايما. نقدر نستخدم اي واحدة ونقصها ونستخدمها في اي تصميم احنا عايزينه، بس افضل حاجة هنا هتلاقيها
ان انت لما بتخش في اسمه ايه ده، في مجال معين، بيطلع لك هنا بص يعني انا داخل على موفيز اهي، بيطلع لك كل الحاجات اللي ليها علاقة بيها، فكينج كونج، ايرون مان، باتمان. يعني مثلا هجرب اخش على كينج كونج، هيجيب لك كل من ضمن الصفحات دي كل الخلفيات اللي بتتضمن كينج كونج. لو انا مثلا عايز اعمل خلفية، عايز اعمل تصميم عن الفضاء، هتلاقي هنا من ضمن الكاتيجوريز حاجة اسمها اهي سبيس، تقدر تخش فيها وهتلاقي خلفيات، كل الخلفيات عن السبيس، وبتبقى دي بجد 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 افضل نوع للخلفيات تستخدمه في التصاميم بتاعتك، لان هي بتبقى بروفيشنال قوي و كبيرة يعني. وليكن انا عايز احمل صورة الارض دي، بتدوس عليها، بتدوس على الصورة اللي انت عايز تحملها. افضل حاجة في الموقع ده انه بيديك كل المقاسات اللي ممكن تتخيلها، مقاسات للموبايل، مقاسات للايفون، مقاسات للاتش دي والبلس اتش دي اللي هو الفول اتش دي اللي هو، وفي بعض الخلفيات كمان بتوصل للفور كي. اي مقاس انت عايزه، يعني انا مثلا عايز احمل 1280 في 800، ده هدوس عليه وهيبتدي فوق الصورة تتحمل معايا. مفيش ابسط من كده يعني، ما بيطلبش منك تعمل ساين ان او ان انت تدفع فلوس او كده، وبتفتح الصورة، الصورة ما بيبقاش عليها اي حقوق ولا اي حاجة غير حقوق تحت على اليمين، ما بتبقاش مقصرة، مش زي شاتر ستوك اللي بيحطوا لك الحقوق بتاعتهم في نص الشاشة. والموقع الاولاني كده كمان، فالموقع ده اللي هو وول بيبر وايد هتلاقيه برضه في الديسكريبشن تحت. والان مع الافضل وافضل يعني احسن فيديو ممكن تشوفه، او قصدي احسن موقع، ما اعتقدش ان انت هتكون شفته في اي فيديو عربي قبل كده، وهو موقع بيكسل سكوايد او بيكسل ايا كانت بتنطق ازاي، بس هو اهو، خدوها مني ثقة بجد، افضل موقع ممكن تشوفه في حياتك لتحميل الستوكس بتاعتك في التصميم، موقع بروفيشنال جدا. بس هو اكتر حاجة بس ممكن تبقى صعبة في الاول شوية، ان انت هتحتاج تعمل ساين ان في الاول. خلونا بس نتكلم على مميزات الموقع ده قبل ما نخش في اي حاجة. اول ما تخش في الموقع ده، ندوس على اول حاجة تظهر لك اللي اكسبلور اور كونتنت، اللي هي تصفح يعني شوف المحتوى بتاعنا. تدوس على اكسبلور اور كونتنت دي وهتلاقي كل حاجة، كل حاجة دوت. لو انت ده الصفحة العامة اللي فيها اجدد الحاجات اللي نزلت، بس مثلا خلينا نخش في كوليكشنز. طب ايه المهم يعني في الموقع ده؟ المهم في الموقع ده ان انت تقدر تحمل اي حاجة وتبقى شفافة بي ان جي، واكبر صيغة او اكبر قصدي مقاس ممكن تشوفه. تقريبا الصورة الواحدة بتخش في 2500 بكسل في 2500 بكسل، يعني ده اكبر مقاس انا شفته، ما شفتش حد منزله قبل كده. فلنفترض ان احنا عايزين نخش على دي المجالات بتاعتهم، باك تو سكول، حاجات مكسرة ومدغدغة وطالع عينيها اللي هي بتستخدم في تصاميم التدمير دايما، حاجات بتاعت الشوارع. انا استخدمت حاجات انت مان، خلفية انت مان للناس اللي متابعاني استخدمتها من هنا، حاجات قهوة وفطار وكده، حاجات حياة البحر والسمك وفلوس وحشرات وكاميرات. ولنفترض من كتر العيش في التصوير هنخش على الكاميرات ونشوف طريقة التحميل ازاي وازاي. وكمان حاجة، بتقدر تحمل الصورة من اي زاوية انت عايزها، يعني هو مش بيفرض عليك ان الكاميرا مثلا متصورة من الوش يبقى هي من الوش بس، انت تقدر تلف الكاميرا وتجيب لها صورة من ظهرها، صورة من الجنب، صورة من فوق، انت بتتحكم في الزاوية بكل الطرق اللي انت عايزها. ولنفترض هفتح صورة الكاميرا دي، اول ما هتفتح معاك الصفحة هتلاقي ان الكاميرا محطوطة بالشكل ده، فما تفتكرش ان انت لما هتحملها كده. افرض انا محتاج في تصميمي ان الكاميرا تبقى متصورة من ورا، من الحتة اللي ورا، ان انا ابقى شايف الشاشة بتاعت الكاميرا، او من قدام ان يبقى المتصدر الصورة هو اللينس بتاعت الكاميرا من هنا. طب هعمل كده ازاي؟ دي افضل حاجة في الموقع ده بقى، هتلاقي فوق هنا رسمة سهمين كأنهم رايحين في وش بعض كده، هتلاقي حواليها دايرة بتحمل. اصبر لما التحميل ده يكمل، بعد ما التحميل اللي هو بتاع السهمين اللي في وش بعض ده يخلص، هتلاقي فجأة طلع أربع أسهم كأنهم بيروحوا ويدوروا في وش بعض، هتلاقي حواليها دايرة بتحمل برضه، استناها لحد ما تحمل خالص. ايه بقى الأسهم دي؟ أولا السهمين لو ما في وش بعض، هو ديت خاصية انه أول ما بتحمل ان انت يبقى عندك القدرة ان انت تلف الكاميرا يمين وشمال براحتك خالص، بس ما ينفعش ترفعها أو تنزلها لفوق،
فاول ما التحميل اللي هو السهمين في وش بعض ده يخلص، ينفع تلف الكاميرا في اي شكل انت عايزه عشان تحملها بيه. طب مش افرض انا عايز انزلها لفوق شوية، او يعني الفها من تحت لفوق يعني عشان ما تبقاش باين الراس كده، انا عايز يبقى تبقى الكاميرا يعني لما الف كده تبقى دي في وشي، مش ما تبقاش نازله لتحت كده. اول ما التحميل ده يخلص اللي هو بتاع الاربع اسهم اللي في اتجاه بعض دول، هتلاقي ان انت ينفع ترفع الكاميرا كده وتنزلها كده وتصورها من اي وتاخدها من اي اتجاه انت عايزه. طب اخدها ازاي؟ هي الصورة معمولة كده، انا مثلا عايز احمل الصورة كاميرا وهي عاملة كده تمام، او خلينا ناخدها كده يمكن تفيدنا ولا حاجة. انا اخدها بالشكل ده، هتلاقي فوق كلمة داونلود، بس اول ما تدوس داونلود هيقولك ان انت محتاج يعني تبقى مشترك معانا في الموقع، مفيش اي مشكلة. تقدر تعمل اللوج ان، تقدر تعمل يعني ساين ان من هنا، تكتب بقى اي ايميل اللي انت عايزه، اي ايميل يعني الايميل بتاعك تكتبه هنا والباسورد، وتكتب الباسورد تاني وتدوس كرييت ماي اكونت، هيقول لك خلاص الاكونت بتاعك اتفعل قصدي اتعمل، بس لازم تخش على الايميل بتاعك تعمل تفعيل منه، اللي هتفتح هتلاقي رسالة من الموقع ده، هيبقى حاطط لك في الرسالة دي لينك، اول ما تخش عليه هيقول لك انت كده خلاص بسم الله الرحمن الرحيم، هيقول لك انت كده خلاص بقيت عندك ايميل ومتفعل وتقدر تحمل من عندنا اي حاجة. بس انا اصلا عامل ايميل فهدوس لوج ان على طول، اهو اول ما هتخش هتلاقي ان انت الدنيا عندك بقت شكلها عامل كده، مش هتلاقي فوق كلمة ساين ان ولوج ان وكده، وهتلاقي الصورة بتاعتك زي ما سبتها. انا عايز احملها بالشكل ده. كمان في خاصية جميلة اوي في الموقع ده متاحة بس في بعض الصور، ان انت ينفع تحملها بي اس دي. بي اس دي يعني ايه؟ يعني تفتحها عندك على طول على الفوتوشوب، ولو عايز تلفها ترجع هنا للموقع وتلفها في الاتجاه اللي انت عايزه، هتلاقيها اتلفت عندك في الفوتوشوب، بس دي هتاخد وقت طويل وتقيلة شوية فمش هينفع في الفيديو. وهدوس بي ان جي، دي خاصية جديدة اضافت في الموقع، ان انت عايز يبقى في ظل تحت كده ولا مش عايز. انا مثلا عايز اعمل الكاميرا طايرة، ما ينفعش الظل يبقى لازق فيها كده، فانا مثلا هدوس شادوز اوف، دي خاصية جميلة في الموقع ما كانتش موجودة قبل كده، هدوس عليها اول او هيبتدي يعمل لفة الداونلود دي، وهتلاقيها بتبتدي تتحمل عندك بكل بساطة، وهتلاقيها الصورة كبيرة ما شاء الله و اتش دي. الموقع الأخير والرابع اللي معانا وهو موقع، استنى نشوفها وهي هتحمل، اهي بتحمل فوق اهي، بس أنا مش هحملها لأن أنا محملها من قبل كده. تمام، الموقع الأخير اللي معانا وهو اسمه ديزاينر كاندي أو ديزاينر كانديز، حلويات مصمم يعني، أنا دي حلويات موقع بصراحة، موقع ظريف شوية. الموقع ده حلو أوي بقى في إيه؟ أولا بتخش فيه، أول ما تخش فيه هتلاقي ستايلات كتابة 3D فلات اللي هو ايقونات فلات للناس اللي بتصمم فلات ارت وانفوجرافيك، دي حاجات جاهزة ليهم، وحاجات فوتوشوب 3D جاهزة، ده كده اللي في الواجهة بره، وكمان التكستشر بتاع الورقة المقطوعة. الكاتيجوريز بتاعتهم بتلاقيها هنا فري فري بيز ديت او ايا يعني كانت برضو ازاي بتتنطق، هتلاقي هنا كل حاجة انت عايزها، تكستشر اللي هي خامات و تكستشرات يعني، وفرش و3D اجسام 3D. انا مثلا هخش على فرش دي، برضو هتلاقوا اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن، هو الموقع اللي قبل اهو، يعني مثلا ديت فرش كأنها فرش اختام هم اللي حاطينها يعني للموقع، هتنزل كده لحد ما تلاقي كلمة داونلود اهي، طبعا اختام اجنبية قديمة بطلت تستخدم يعني عشان الناس اللي مخها راحت لبعيد، يعني دي حاجات اجنبية قديمة جدا. اول ما هدوس داونلود هتلاقيها فوق ابتدت تتحمل، و على حسب سرعة النت عندك هتاخد قد ايه، وهتتحمل معاك ان شاء الله من غير اي مشاكل. يعني انا مثلا عايز احمل اللي هو التكستشر بتاع الورق المقطوع ده، اخش فيه وانزل انزل لحد ما الاقي كلمة داونلود وادوس داونلود، ويبقى التحميل كده خلص الحمد لله. وكمان بيحط لك احيانا طريقة الاستخدام بتبقى ازاي، فدي يعني موقع جميل بصراحة، مفيد للناس اللي هي بتشتغل في مجال تاني غير الدمج وكده. وبكده بقى درس النهارده خلص، اسف لو كان طويل شويه، بس هو مواقع بصراحه تستحق ان الواحد يقعد قدامها اليوم كله. ما تنساش تشترك في القناه عشان نوصلها باذن الله ل 15000، وباذن الله هنوصل بالناس الكويسه بس الطيبه اللي بتعمل لايك وكومنت ومتفاعله معانا، سيبنا من الناس التانية ما لناش دعوه بيها. كان معكم يوسف محمد من قناه يوسف فوتوشوب توتوريالز، سلام عليكم.